يا ولاد حد يفتح الباب. سولي سولي ثانية واحدة يا كيمي. ايوه يا مامي في ايه؟ تكمل لما يشحترك. انت مش سامع الباب؟ ايوه سامعه بس بكلم كيمي على التليفون. يا سلام هي هتطير ست كيمي بتاعتك دي؟ افتح الباب وبعدين ابقى اكلمها. هو انا كنت الخدام بتاعكم؟ خدام يا قليل الادب؟ روح افتح الباب بدل ما اعاملك. يوه اشمعنى يعني ما قلتيش لمي؟ يوه والله انت واد ما تربيتش وانا بقى اللي هربيك. حبيبي ياسر. اوه ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل انها عيال ما تربيتش، فاكريني الخدامه اللي جابها لهم ابوهم. اهدي بس يا انجي، اهدي بس يا حبيبي. خلاص من النهارده كل واحد يخدم نفسه، الخدامه جابت اخرها. اهدي يا انجي ما يصحش كده. الله الهدوم ما بقاش ينفع يا حبيبتي، من النهارده هيشوفوا وش تاني، وش انثى العقربه المطلقه. اهدي بقى يا انجي ما يصحش اللي انت بتعمليه ده. الله قولي لي ما جيتيش الجورنال النهارده ليه؟ جورنال؟ ما تجيبليش سيره الشغل خالص، انا في اجازه مفتوحه، انا خلاص نفسيتي تعبانه واعصابي تعبانه وعايزه ارتاح. اجازه مفتوحه؟ يعني انت وعلي هتاخدوا اجازه؟ علي كمان خد اجازه. ما تجيبليش سيره البني ادم ده خالص، سامعه؟ ولو كنت جايه النهارده علشان تتكلمي عنه فتفضلي اطلعي من غير ما ترد. يا نهار اسود يا نهار اسود، انت بتطردي صاحبتك؟ بتطردي صاحبتك الانتيمه الوحيده يا انجي؟ ده شبشبي. هاتي. ايوه بطردك، ايه رايك بقى؟ وانا ماليش صحاب وماليش اي حد، ماليش غير ربنا وروحي وبس. الهي تتقرص في حواجبك يا علي، حسبي الله ونعم الوكيل. سمير بتعمل ايه عندك؟ انجي شكلها كده جالها ضيوف. طب وانت مالك؟ وانا مالي ازاي؟ جارتنا وحالتها منكسره وجالها ضيوف، مش لازم برضو نطمن عليها؟ يا سلام، من امتى يعني؟ حبيبتي افرض واحد ابن حرام استغل فرصه انها قاعده لوحدها وهو عارف كده، طلع قتلها وقتل العيال وسرق اللي في التلاجة وكسر العفش وبهدل الدنيا، ذنب الحاجات دي كلها في رقبة مين؟ في رقبة طليقها يا سمورة. لا والجيران كمان. بص يا سمورة بقى، انجي دي قالت ان انت وانا كنا السبب في طلاقها من جوزها، من فضلك بقى سيبها في حالها. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه؟ حد طالع على السلم، يكون هو طالع ياخد حاجته؟ هو مش خد حاجته. وانت مالك انت؟ انا عايز افهم، بتخليك في حالك. اصل انا بشوف حاجات اشكال غريبه طالعه، اشكال غريبه، هنود وعرب وامريكان وحاجات غريبه طالعه. ايه ده؟ عامل برج مراقبه ولا ايه يا حبيبي؟ خليك في حالك، فاهم ولا لا؟ ده صيف وموسم. لمعلوماتك بقى، علي اجر الشقه اللي فوق لوحده؟ المحظوظة. مش كنا نبقى بتقول ايه؟ مع بعضينا. مش هتنامي بقى؟ لا يا حبيبي مش جاي ننوم. يا سلام على عيشة الحرية وبقيت في الجنة لوحدي. أخيرا أخيرا بقيت لوحدي لأول مرة من 13 سنة. أخيرا محدش هيقول لي اقلع الجزمة برا أنا لسه منظفة. قال لسه منظفة قال، وهي أخيرا هتنظف جيبي بس كل شهر. حافظوا على نظافة البيت يا أولاد. هي فين نظافة البيت دي اللي هنحافظ عليها؟ ما البيت طول عمره زريبة. أنا طالع عيني في الشغل ونظافة البيت من الصبح، النهاردة هناكل أي حاجة. ما احنا كل يوم بناكل أي حاجة، مش عارف كانت بتودي مصروف البيت فين دي؟ ده أنا ربنا نجاني. شريف ده عايز إيه دلوقتي ده؟ الو علولي، هاو ار يو مان؟ اهلا يا شريف. اهلا يا حبيبي.
انت فينك يا علوة؟ محدش شافك يعني من يوم الماتش، كنا عايزين نحتفل سوا. من يوم الماتش؟ هو انت ما تعرفش حصل ايه بعد الماتش؟ لا عرفت، ما انا عشان كده بتصل اطمن عليك. بقول لك ايه، ما تيجي تقعد معايا بدل ما انت قاعد فوق لوحدك وانا قاعد هنا لوحدي، وانت عارف ان مانالوتا سابتني، فبدل ما انت قاعد لوحدك وانا قاعد لوحدي ما تيجي تقعد معايا عشان انا ما بحبش اقعد لوحدي. يخرب بيت رغي اهلك، لا انا عايز اقعد لوحدي. ايه طب علوه، بقول لك ايه، انت هتتعشى ايه؟ هتعشى سمكه سنجاري ورز صياديه. ويت، مش رز الصياديه ده اللي هو بيبقى ببصل وبيتحط عليه لون احمر رد كده يعني؟ تقريبا. ليه؟ طب اصل انا قلت نحط عشاي على عشاك، وبدل ما انت تتعشى فوق لوحدك وانا اتعشى هنا لوحدي، وانت عارف ان منال سابتني، فبدل ما تتعشى لوحدك وانا اتعشى لوحدي، وانت عارف ان انا ما بحبش اتعشى لوحدي. وانت هتتعشى ايه؟ فول حراتي فانتاستيك. لا مرسي، انا هنام خفيف. جاتك القرف، فول حراتي وانا ناقصك؟ يا حبيبتي انت طول عمرك قويه. لا يا انجي، انا مش عاجبني اللي انت فيه ده خالص. معلش يا كاميليا، معلش، العيال مجننني. فين الشاي يا مي؟ خلاص يا مامي بعمله اهو جايه. يا حبيبتي انت العيال طول عمرك مجننينك، بس بالطريقه دي عمري ما شفتك مجنونه كده. اهدي شويه بقى. مش بقى اعمل ايه، تعبانه. مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ افتحي الباب يا مي. ما تخلي سولي هو اللي يفتح، ما انا بعمل الشاي. سيبي اللي في ايدك وروحي افتحي الباب وبعدين ارجعي كملي. اه يا قلبي مش كده ابدا يا انجي. تعبت تعبت. شاي اهو، مفيش غيري في البيت ده ولا ايه؟ يا قليله الادب ما ترديش عليا، عشان انا ممكن اسيب لكم البيت وهج. ما خلاص بقى، خلاص بقى تعبتي اعصابي. ساعه واقف على الباب. ايه ده شعبان؟ اهلا يا شعبان، خير؟ ايه ده؟ ايه ده يا شعبان؟ استاذ شعبان امشي انجرن، ده ستك. ستي انا؟ ستي انا انجي. انجي ايه يا ست انجي، مالك؟ الف سلام عليك. انت عندك صداع ولا ايه؟ ايوه معلش، شويه صداع. الف سلام عليك. الله يسلمك. خير يا شعبان؟ ايه الحاجات دي كلها؟ لا دي شويه تموين كده لزوم المعيشه يعني، عشان تشهيص انت والعيال. انا ما طلبتش اتشهص، قصدي انا ما طلبتش حاجه. وانا هستناكي لما تطلبي. انا خلاص دلوقتي عندي مخ وبفهم، وبعدين انتي من غير راجل وانا كلي مفهوميه يعني، وجار للجار. كتر خيرك، بس انا مش عايزه حاجه. وانا هستناكي لما تطلبي، ده انا كلي نظر. مفيش، اتفضل. وانت ما جبتش بقاليه. تصدق يا شعبان انت لا عندك لا دم ولا نظر، واتفضل شيل الحاجات دي واطلع من غير ما ترد. يوه يا ست انجي، انتي طبعك حامي عليا كده ليه؟ واحده واحده الكلام اخد وعطى. انت ما جبتش كاكا ليه؟ يا ستي كاكا استني بقى دلوقتي، ما انت شايفه. شعبان شايف الباب اللي وراك ده؟ ايه اللي شايفه ده؟ انا اللي مركبه. صح، انت اللي مركبه، ما تخبطش عليه تاني. هتديني المفتاح افتح على طول؟ اطلاقا لا ابدا، اعتبر البيت ده مهجور. مهجور؟ اه. مهجور يبقى نأجره. شعبان انت بتقلش يا شعبان، صح؟ شعبان أمريني لما حاجتك دي ونجر من هنا السعادي. انت طبعك حامي كده ليه؟ كلام اخده وعطى يا ست انجي. لا يا سيدي مش عايزه حد يبقشش عليا. يبقشش ايه بس؟ يبقشش ايه يا انجي؟ ده ما جابش كاكا. استني كاكت ايه برهم اسود عليكي؟ ابقشش ده انت لو طلبتي لبن العصفور اجيبهولك ونعمل بيه رز معمر وناكله سوا 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 سوا. لا يا شعبان، لسه هتجيب لبن العصفور وتعمله رز معمر؟ جيب لها كاكا احسن. لا كاكا صعبه قوي بصراحه، وبعدين كل ده يعني محبه. اشمعنى؟ اشمعنى يا شعبان؟ بقولك محبه، ارفعي دي عشان تسمعيني، محبه. طب انا هقولك على حاجه حلوه قوي، ايه رايك اصبغلك شعري احمر زي كابتن ابراهيم سعيد؟ ها؟ بلاش. ايه رايك ادهنلك جسمي كله ابقى برتقاني زي تامر هجرس؟ بلاش. ايه رايك بقى اطول لك شعري واربطه لك كده بونيتيل زي الفنان امير كراره؟ لا انا عندي فكره احلى يا شعبان. اموريني يا ست الستات. انا ممكن اعمل لك اهيبه حبيبتك واقعد عليك افطسك لحد ما تبقى شبه الكاكا. اهيبه؟ اه. طب استاذن انا الظاهر جيت فاتن شو ناسب. سلام.